اهلا بكم في فيديو جديد على قناة ضحاتي. في البداية كده وبصراحة كده يا جماعة انا هتجنن، ازاي مشروع ناجح بالطريقة دي؟ ما شاء الله مفيش حد في اليوتيوب نهائي اتكلم عن المشروع بجميع تفاصيله، كل اللي على اليوتيوب بيقولك فكرة عن المشروع وازاي توزع المنتج، مفيش حد يتكلم خالص نهائي عن تصنيع المنتج. المنتج اللي انت هتصنعه النهاردة ده يا جماعة ما شاء الله بيتباع في السوق بسعر غالي جدا، وكمان تكلفة تصنيعه رخيصة جدا، فما شاء الله ارباحك من المشروع ارباح كويسة ما شاء الله. مشروع النهاردة للشباب بماكينة واحدة من المنزل، اي حد يقدر يشتغل في المشروع النهاردة. مشروع النهاردة مش محتاج تعليم ولا محتاج تاخد دورة صيانة ولا اي حاجة، كل اللي عليك اللي انت هتجيب الماكينة وهتصنع منتج، والمنتج ده منتشر بكميات كبيرة جدا ما شاء الله. هنتكلم عن المشروع بجميع تفاصيله لأول مرة على اليوتيوب، مشروع حصري فعلا بجميع التفاصيل. قبل ما نقول فكرة مشروع النهاردة احب افكرك اللي انا عايز منك حاجتين، اول حاجة تعمل لايك للفيديو، تاني حاجة تعمل شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. مشروع النهاردة هو ايه؟ هو ماكين تصنيع المكانس والفرش الخاصة بأدوات التنظيف. زي ايه؟ زي فرش الحمام والمطبخ، زي المكانس المنزلية، زي فرش المكانس الكهربائية. وطبعا عارفين ان المنتجات دي تطلب بكميات كبيرة جدا في المحلات الادوات المنزلية عند تجار الجملة، بتطلب في محلات الحداد او محلات اللي هي بتبيع البلاستيك. ما شاء الله المنتج ده استهلاكي، ناس كتير بتطلبه، ومع ذلك قليل جدا اللي شغالين في المشروع ده، وقليل برضو اللي اتكلموا عن المشروع بجميع تفاصيله. يعني مشروع النهاردة مشروع ممتاز جدا ما شاء الله، وناجح جدا، ارباحه كويسه جدا ما شاء الله. هنتكلم الاول على طريقه التصنيع، ازاي المنتج ده بيتصنع، بعد كده هقول لك مواصفات الماكينه واماكن بيع الماكينه والماده الخام، كل حاجه ان شاء الله. اول حاجه في طريقه التصنيع اللي انت بتجيب الماكينه، بعد كده بتجيب المواد الخام المطلوبه، والمواد الخام زي ايه؟ زي القواعد البلاستيك اللي انت هتستخدمها، وبعد كده هتحتاج الشعر او الخيوط اللي هي مصنوعه من البلاستيك، وبعد كده هتعبي الخيوط. كل اللي عليك اللي انت هتجيب القالب ده وتحطه على الماكينة تبدأ تعبي لك القالب بالخيوط البلاستيك، وكده المنتج جاهز عندك على طول على التوزيع ما شاء الله. يعني الماكينة كل عليك انت بتجيب القاعدة البلاستيك تحطها على الماكينة، الماكينة تملى القاعدة دي تشيلها وتحط قاعدة بدلها، المنتج على التوزيع على طول. اذا كان في استيكر او في حاجة ممكن تلزق استيكر، مش عايز تلزق استيكر اوكي، بس الاستيكر مهم عشان تعمل دعاية للمصنع بتاعك ان شاء الله. بعد كده التجهيزات الاساسية، والتجهيزات الاساسية اول حاجة هنحتاجها اللي هو مكان يكون مثلا غرفة في المنزل او محل او حوش او بدروم، اي مكان بمساحة لا تقل عن 30 متر ينفع يكون مصنع الخاص بيك ما شاء الله. الماكينة فيها ميزة جميلة جدا اللي هي بتشتغل على كهرباء 220 فولت، يعني كهرباء المنزل العادية. تاني حاجة هتحتاج التراخيص زي السجل التجاري والبطاقة الضريبية عشان المنتج بتاعك هتبدأ توزعه على اماكن كتير وهتوزعه على مدن كتير. بعد كده مواصفات الماكينة اللي احنا هنبدأ نشتغل بيها ان شاء الله. اول حاجة ابعاد الماكينة، طولها 130، عرضها 120، ارتفاعها 170، وزن الماكينة 450 كيلو، القدرة الانتاجية الخاصة بالماكينة 4 قطع في الدقيقة الواحدة. الماكينة تقدر تملأ لك 4 قواعد من البلاستيك في الدقيقة الواحدة، معنى كده ان في خلال ساعة الماكينة بتملأ حوالي 240 قطعة في الساعة ما شاء الله، يعني حوالي 1000 قطعة في ال4 ساعات. بعد كده طول الشعر، طول الشعر ازاي؟ ده برضو من مواصفات الماكينة. الشعر نفسه اللي بينزل في القاعدة البلاستيك دي بيبقى له مواصفات معينة برضو. الماكينة بتقدر تعمل طول من طول كام لطول كام؟ الماكينة بتعمل من طول 50 الى 140 ملي اللي هو طول الشعر او الخيوط البلاستيك اللي تبقى موجودة في القاعدة. طبعا زي ما انتم عارفين الماكينة بتشتغل على كهرباء 220 فولت. يوجد العديد، الماكينة فيها كمبيوتر، الكمبيوتر ده موجود فيه اشكال كتيرة جدا من القواعد البلاستيك اللي موجودة في السوق. وكمان لو الشكل ده مش موجود في جهاز الكمبيوتر الخاص بالماكينة، لو انت مثلا صنعت شكل جديد، الماكينة فيها حاجة اللي هي تتعرف على الشكل الاوتوماتيك، تتعرف على الشكل اللي موجود على الماكينة اوتوماتيك وتحدد الفتحات اللي موجودة في الشكل وتبدأ تملالك الشكل ده بالخيوط البلاستيك. نيجي بعد كده على المادة الخام، هقول لك دلوقتي على اماكن بيع الماكينة واسعار الماكينة. نيجي بعد كده على المادة الخام، حضرتك لو هتبدأ تطلع المنتج جاهز عندك، جاهز يعني ايه؟ جاهز على البيع على طول، تمام، يبقى هتجيب المواد الخام اللي هطلبها منك دي. اول حاجة بتجيب الالياف او الشعر او الخيوط البلاستيك، وسعر الطن فيها بيبدأ من $1,160 الى $1,500، بيبقى حسب ايه؟
حسب سمك الخيط نفسه اللي هو الخيط البلاستيك. طبعا كيلو الخيط الكيلو الواحد بيصنع 20 مكنسة، يعني الطن بيصنع كام؟ بيصنع 20,000 مكنسة. ده لو حبيت تحسبها بالورقة والقلم زي ما بيقولوا. بعد كده العصاية اللي هي الخشب، لو انت هتصنع مكانس عصاية اللي هي الخشب، سعر العصاية كام؟ 12 سنت زي ما موجود قدامكم على الشاشة، سعر القطعة 12 سنت. بعد كده القاعدة البلاستيك، والقاعدة البلاستيك ديت ما قدرتش حدد سعرها. ليه بقى؟ عشان حضرتك لما تروح لمصنع بلاستيك، مصنع حقن بلاستيك، بتقول له انا عايز قواعد عشان ابدا اصنعها تبقى فرش او تبقى مكانس، هيقول لك الاول عايز مقاس القاعده، بعد كده هيقول لك عايز انت حضرتك المكانس اللي انا القواعد اللي انا هصنعها لك دي عايز نوع الماده الخام بتاعتها البلاستيك، نوعه البلاستيك بيبقى فيه منه درجات، حضرتك هتعوز انهي درجه منهم. فده برضو ما قدرتش ان انا احدد سعر الطن فيه بكام عشان اقدر اقول لك، تمام؟ فده بيبقى حسبك انت. فالفكره في ايه؟ الفكره ان مهما كان سعرها ما شاء الله المشروع مربح جدا ما شاء الله. ليه؟ عشان الماده الخام نفسه، التكلفه نفسها، الفرشه او المكنسه بتتباع بسعر كبير. يعني في مصر عندنا المكنسه بتتباع ب 15 جنيه وفي ب 10 جنيه المكنسه الواحده. تكلفة التصنيع ممكن توصل لستة جنيه، سبعة جنيه، خمسة جنيه. فما شاء الله مشروع جميل جدا ما شاء الله. يبقى تالت حاجة في المواد الخام المطلوبة اللي هي القاعدة البلاستيك، ودي بتحدد سعرها حسب حجم القاعدة وحسب نوع الخامة أو جودة البلاستيك اللي هتصنع منه القاعدة. تالت حاجة بقى نتكلم فيها اللي هو سعر الماكينة وأماكن البيع. سعر الماكينة 4,000 دولار، أماكن البيع موقع علي بابا، مفيش مكان بيبيع الماكينة ديت غير موقع علي بابا ما شاء الله. الماكينة سعرها مناسب يعني بالنسبة لأرباح المشروع ما شاء الله. الماكينة تقدر تجيب الماكينة منين؟ من لينك المدونة أسفل الفيديو. لو حضرتك حبيت تبص على مواصفات أكتر للماكينة أو تفاصيل أكتر عن الماكينة، تدخل على لينك المدونة اللي موجود في الوصف أسفل الفيديو. طبعا المشروع ده من المشاريع الناجحة جدا ما شاء الله، وأكبر دليل عندنا في مصر إن أكبر مشروع من المشاريع الناجحة جدا مشروع الهلال والنجمة، مشروع ناجح جدا ما شاء الله. مشروع الهلال والنجمة بدأ بنفس الماكينة اللي أنا بقول عليها النهاردة في الفيديو. بعد كده العمالة المطلوبة للماكينة ديت هو عامل واحد، ممكن حضرتك تشتغل على الماكينة أو أي عامل تاني يشتغل على الماكينة، الماكينة شغلها سهل جدا. آخر حاجة تسويق المشروع، تقدر تسوق على محلات الأدوات المنزلية، تسوق على تجار الجملة، محلات الحدايد، تسوق أونلاين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الفيسبوك. النصيحة اللي بقولها في كل فيديو، اسأل وابحث قبل ما تشتغل، اسأل الناس، اسأل التجار، ابحث على جوجل، ابحث على اليوتيوب قبل ما تبدأ تشتغل في المشروع ده نهائي. لقيت نفسك هتعرف تشتغل فيه وهتعرف توزع فيه، ابدأ واشتغل وتوكل على الله. في الأول والآخر أنا بقول لك فكرة مشروع وبجيب لك المعلومات اللي قدرت أجمعها عن المشروع. والله الفكرة عجبتك، خلاص توكل على الله وابدأ ابحث واعمل دراسة جدوى تفصيلية. الفكرة ما عجبتكش، إن شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتلاقي فيها أفكار تعجبك. ده كان فيديو النهاردة على قناة رضا حاتم، أشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.